زيلنسكي يعتقل صديق بوتين، وبريطانيا تقول إن المقاومة الأوكرانية دفعت روسيا لتعيين الجنرال دورنيكوف. وزعماء أربع دول أوروبية يزورون كييف. بايدن يكرر ما يحدث في أوكرانيا إبادة جماعية. اجتماع ليبي مرتقب في القاهرة، وتركيا تسعى لحل خلافاتها مع مصر من بوابة ليبيا. محكمة سودانية تقبل مستندات تتهم البشير بالتآمر مع جماعة الإخوان بانقلاب 89. وشرطة نيويورك تنشر صورة المشتبه به في هجوم بروكلين وغموض حول دوافع الهجوم. أهلا بكم إلى استوديو الحدث. على مدى ساعتين نفتح فيهما عددا من الملفات ونوافيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على روسيا تبادل المعارض الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، وذلك بعيد إعلان كييف إعادة توقيف هذا الثري بعد فراره من الإقامة الجبرية. ونشر زيلنسكي صورة للسياسي الأوكراني مقيد اليدين، وأشار إلى أنه ألقي القبض عليه في عملية أمنية بعد اتهامه بالخيانة العظمى. إذن نتحدث أكثر عن صديق بوتين الشخصي، كما قيل أوكرانيا وعلى لسان الرئيس فولوديمير زيلنسكي الذي عرض طبعا مبادلته بأسرى أوكرانيين. فصديق شخصي لبوتين، هكذا يعرف الملياردير الأوكراني فيكتور ميدفيتشوك، وهو تعريف ينطبق على قلة قليلة في محيط الرئيس الروسي بوتين. هو الأب الروحي لابنة الملياردير الأوكراني الذي تقدر مجلة فارس ثروته أو فوربس بالأحرى ثروته ب 120 مليون دولار أمريكي. حمل وفق مجلة بيزنس انسايدر ألقابا عدة من أبرزها الكاردينال الرمادي. يمتلك في الواقع 3 قنوات تلفزيونية. استقال عدد من مراسليها خوفا من خضوع خطابها الإعلامي لموسكو قبل أن تحضرها كييف. عام 2016 صرح أن جزيرة القرم قانونيا جزء من أوكرانيا لكنها واقعيا تنتمي إلى روسيا، متهما كييف بعزل سكان الجزيرة لدرجة قبولهم بالسيطرة الروسية. عام 2018 انتخب رئيسا لحزب منصة من أجل الحياة المعروف اختصارا ببلاتفورم، والذي يمتلك نحو 40 نائبا في البرلمان الأوكراني. عام 2021 جمدت كييف أصوله المالية بتهمة تمويل الإرهاب عن طريق تحويل الأموال من روسيا إلى انفصالي دونيتسك ولوغانسك، ووضع في الإقامة الجبرية. مع ابتعاد القوات الروسية من محيط العاصمة الأوكرانية حاول ميدفيتشوك الفرار قبل أن يعرض الرئيس الأوكراني على موسكو استبداله بأوكرانيين وأوكرانيات تحتجزهم روسيا. واليوم قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن غياب التنسيق بين القيادات الروسية أدى إلى عرقلة العملية العسكرية في أوكرانيا. وأشارت إلى أن تعيين الجنرال ألكسندر دورنيكوف لقيادة الحرب في أوكرانيا دليل على محاولة روسيا لاستعادة السيطرة، كما يعد دليلا
على حجم المقاومة الأوكرانية التي أجبرت روسيا على إعادة ترتيب صفوفها وقياداتها. وأكدت الاستخبارات البريطانية أن التحركات الأخيرة تشير إلى أن القوات الروسية في الشرق ستزيد هجماتها على منطقة دونباس. من موسكو المحللة السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبانينا، أهلا بك إلينا. نبدأ من يعني اعتقال هذا الملياردير الأوكراني الذي وصف بأنه صديق بوتين. عمليا هل بالنسبة إلى الأوكرانيين يعني اعتقاله بمثابة الصيد الثمين، وممكن روسيا فعلا أن تفكر في موضوع هذا التبادل؟ نهاركم سعيد. نعم، إذا تأكد هذا الأمر، حتى الآن روسيا تقول أنها تحقق في هذا الخبر، ولكن هي يعني أكثر من شيء ثمين لأوكرانيا. أعتقد هو الأمر الكارثي لبعض الخطط الروسية إذا كانت موجودة، لأنه لحتى الآن الحكومة الروسية لم تعلن بالضبط ما هي خطة شاملة وكاملة كانت في هذه العملية. ولكن عندما كنا نتحدث حول إمكانية ظهور بطريقة ما للحكومة الجديدة في أوكرانيا، فدائما كنا نشير إلى هذا الشخص، إلى السيد فيكتور ميدفيتشوك، وهو أكثر من صديق لبوتين. مثل ما قيل عنكم في المقدمة، هو حضر في الكنيسة أثناء، أو رئيس بوتين حضر الكنيسة أثناء تعميد بنت فيكتور ميدفيتشوك، وبوتين هو الأب الروحي لها، وهذا يشير إلى روابط عائلية ما بين الشخصين. وفيكتور ميدفيتشوك هو من أغنى الناس في أوكرانيا، وحياته العملية بدأت في أيام الاتحاد السوفيتي. ومن المفارقة، والده كان من قوميين متشددين في أوكرانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، وبهذا السبب تم نفي هذه العائلة لمناطق في سيبيريا. فبهذا السبب سيد ميدفيتشوك ولد ليس في أوكرانيا أما في روسيا، وكان وأصبح يميل لروح الاتحاد السوفيتي أكثر من أبي، وفيما بعد راهن على تعزيز العلاقات مع روسيا حيثما أصبح أغنى الرجال في أوكرانيا. ما الذي تخشاه أوكرانيا من؟ يعني بسبب هذه العلاقة، يعني وفهمت منك أنه في علاقة شخصية أكثر منها علاقة مالية ما بينهما، فما الذي تخشاه أوكرانيا من؟ لا، هناك كانت علاقات وطيدة في كل المجالات، في المجال السياسي والاقتصادي والشخصي. سيد ميدفيتشوك كان يشرف على مشاريع مشتركة متعددة ما بين أوكرانيا وروسيا، وكان يشرف على وسائل الإعلام في أوكرانيا، يعني على أقل على جزء منها، وكان موالي لروسيا. فلو سقطت حكومة زيلينسكي، ففيكتور ميدفيتشوك كان ممكن يستولي على السلطة، أو كان ممكن يشكل، كان ممكن أن يبقى في الظل ويشكل الحكومة الموالية لروسيا، وأن يعلن عن تحييد أوكرانيا وعن كل المطالب كانت تريد روسيا وما زالت. فهو إذن هل روسيا ممكن أن تفكر الآن، يعني السؤال في موضوع مبادلته بأسرى أوكرانيين؟ يعني إذا تحقق هذا الأمر، فموضوع المبادلة لابد منه، لأنه رئيس بوتين معروف عنه أنه لديه مبادئ معينة ولا يتخلى عن أنصاره ويدعم أصدقائه، وهو يحاول أن يساعد موالين له. فنعم، إذا هذا المقترح كان موجود على الطاولة، فأنا لا أشك أنه روسيا حتوافق على هذا الشيء. طب في حال أنه وافقت على المبادلة روسيا، هل ممكن أن تستثمر فيه ليكون يعني هو الزعيم المستقبلي في حال سقطت حكومة زيلينسكي، حتى لو كان يمارس العمل السياسي من داخل روسيا؟ هذا في حال صحت كل هذه الأنباء وتبادلت يعني روسيا الأسرى معه. يعني بعد ما كل اللي صار، أعتقد صعب إنعاش شخص كرجل سياسي. يعني
لا يوجد شيء مستحيل، ولكن يمكن حيكون من الصعب. وأيضا أنا درست بدقة تصريحات فلاديمير بوتين أمس أثناء لقائه مع نظيره البيلاروسي سيد لوكاشينكا وزياراتهم إلى مطار صواريخ روسية في شرق البلاد. فرئيس بوتين أصبح حذر، هو لم يتكلم حول نوفروسيا على سبيل المثال، منطقة واسعة في أوكرانيا موالية لروسيا ومنطقة تاريخيا روسية، ولم يتكلم حتى حول ضرورة تقدم الجيش لمثلا أقصى حدود أوكرانيا. لا، هو ركز على مناطق دونباس ولوغانسك، وحتى لم يستبعد فكرة المفاوضات مع مين؟ مع زيلينسكي. وهو قال أنه مدة العملية العسكرية تتوقف على مرونة زيلينسكي، وهذا يعني بأنه هناك أحد احتمالات أن روسيا ممكن أن تتخلى عن مشروع. طيب ماذا بخصوص الآن تقديرات المخابرات الغربية ومنها البريطانية عن تعيين جنرال جديد لإدارة المعركة في أوكرانيا؟ التقديرات بحسب طبعا الإعلام الغربي أنه هذا له علاقة بالفشل العسكري الروسي في أوكرانيا. لا، لا أحد في روسيا يتكلم عن فشل العملية. ومن الملفت للنظر أن الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وجنوب شرق أوكرانيا يتقدم الآن. مدينة ماريوبول بأكملها باستثناء مصنعين في داخل المدينة هي أصبحت تحت السيطرة الروسية. هناك فقط مصنعين فيها متطرفين قوميين من كتيبة أزوف، ولكن بقيادة سيد دورنيكا فأعتقد لابد من السيطرة على هذه المواقع في ماريوبول قريبا، ويتم تحضير لمعركة دونباس. الجنرال دورنيكوف له خبرة كبيرة في سوريا كما تعلمون، وهو من أنصار أيضا استخدام قنابل وقذائف وإلى آخره، يعني القصف ممكن أن يكون مشدد، ولكن هناك تعليمات حسب ما أعرف من قبل وزير الدفاع سيد شويغو أنه على الجيش أن يأخذ بعين الاعتبار وجود المدنيين، فهذا لابد منه. ولا تنسوا أن سيد بورنيكوف هو أصبح قائد الجبهة الجنوبية، وأما بالنسبة لإدارة العملية فهي بيد القائد الأعلى هو بوتين نفسه، ووزير الدفاع سيد شويغو موجود، ورئيس الأركان سيد جراسيموف أيضا موجود. شكرا لك من موسكو المحللة السياسية والاستراتيجية الروسية إيلينا سوبونينا. قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني بأن أوكرانيا تعمل على إعادة فتح الممرات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، متهمة خلال حديثها القوات الروسية بخرق الهدنة وعرقلة الحافلات، معرضة بذلك المدنيين المغادرين إلى الخطر، واستبعدت إتمام فتح الممرات الإنسانية اليوم. هذا وقال عمدة ماريوبول إن أكثر من 100,000 شخص لا يزالون في المدينة في انتظار إجلائهم. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استسلام أكثر من 1,000 جندي أوكراني في ماريوبول المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان إن 162 ضابطا أوكرانيا من بين الذين استسلموا، وأكدت الدفاع الروسية تدمير 46 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط مسيرتين أوكرانيتين. городе Мариуполь в районе металлургического комбината имени Ильича в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. في مقابلة خاصة مع الحدث نعرضها كاملة عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، أكد وزير الخارجية الأوكراني استمرار القوات الأوكرانية في الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.
ماريوبول هي مدينة محاصرة، وداخل المدينة يوجد مدنيون يعانون بسبب الهجوم الروسي والضربات الروسية، كما يوجد مدافعون داخل المدينة. نحن كحكومة أوكرانية نأسف لعدم قدرتنا على الدخول إلى ماريوبول، ونحن نحاول إيجاد السبل الكفيلة بمساعدة المدنيين ووحداتنا العسكرية داخل المدينة. ومن الطرق لتحقيق هذا الهدف هو أن يكون هناك السلاح جو معزز وطائرات، المزيد من الطائرات الحربية، وهذا ما لم نحصل عليه حتى الآن من قبل شركائنا. هذا وأكد وزير الخارجية الأوكراني في المقابلة بأن كييف لن تقبل أو تعترف بضم روسيا شبه جزيرة القرم، معدا أن روسيا موجودة بحكم الأمر الواقع. بالنسبة لشبه جزيرة القرم فإن أوكرانيا لن تقر أو تعترف على الإطلاق ضم شبه جزيرة القرم غير القانوني من قبل روسيا في عام 2014. لا أعتقد أنك سوف تجدين بلدا واحدا في العالم بما في ذلك البلدان العربية بأن تعترف إذا ما أقدم جار على الاستيلاء على أراضي جاره. لكن ندرك أن روسيا موجودة بحكم الأمر الواقع في شبه جزيرة القرم، وإنها تمارس السيطرة على شبه جزيرة القرم بحكم الأمر الواقع، وسنتعامل معهم على هذا الأساس. لكن الأمر الواقع شيء، والاعتراف بالأمر شيء آخر. في تشيرنييف شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف أظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بقرية في محيط المدينة. وقد طبعا سخرت قناة تكستا التي نشرت الصور في حسابها على تويتر اليوم قائلة: قرية في منطقة تشيرنييف زارها المحررون، في إشارة إلى ما يقوله الروس عن رغبتهم في تحرير بعض المناطق من قبضة الأوكرانيين. قال المتحدث باسم قوات الانفصاليين في إقليم دونباس إن القوات الانفصالية في دونيتسك مستعدة للمواجهة في حال خطط الجيش الأوكراني لتكثيف الهجمات على الإقليم. إلى ذلك أفادت مصادر الحدث بسقوط قتلى وجرحى عند طرفي النزاع في دونباس جراء القصف المتبادل والاشتباكات، وأفادت باستسلام أكثر من 100 جندي أوكراني في ماريوبول، فيما أكد الانفصاليون عدم استخدام أسلحة كيميائية في ماريوبول. مصادر الحدث أكدت بأن الجيش الأوكراني يقصف بكثافة أحياء بتروفغا وكيفسي وباسينفاتا. من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل الحدث حذيفة عادل، ومن منطقة دونيتسك الانفصالية رائد الأغبر مراسل الحدث. أهلا بكما من كييف. نبدأ التطورات بداية، وما يقال أيضا حذيفة عن اعتقال صديق بوتين. نعم أهلا بك. في الحقيقة يعني تم نشر عملية الاعتقال بالأمس من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي نفسه، الذي نشر صورة للمعتقل وقال أن هذه عملية لجهاز الأمن والمخابرات الأوكراني، والتفاصيل لاحقا. لم يعني تصدر الجهات الرسمية أي تفاصيل عن العملية، ولكن تم الإعلان عنها في الوسائط وفي الصفحات الرسمية لوزارة الدفاع الأوكرانية ول
يعني الرئاسة مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وتم تداوله في يعني في وسائل الإعلام المختلفة في وقت متأخر من ليلة أمس، ولكن لا يوجد تفاصيل. طبعا تعلم أن يعني المعتقل هو ليس فقط صديق بوتين، ولكن هو أيضا من البرلمانيين الأوكرانيين، ولديهم يعني حزب هو موالي لروسيا، وعليه عدد كبير من القضايا في أوكرانيا هنا تم من قبل الدولة الأوكرانية. هذا من جانب. من جانب آخر، الوضع هنا في العاصمة كييف يعني يذهب إلى الاستقرار شيئا فشيئا. اليوم رئيس الوزراء الأوكراني أعلن عن نقل حوالي 250 شركة منتجة ومصنعة من المناطق التي يمكن أن تشهد عمليات قتال حتى لو في المستقبل القريب إلى مناطق أكثر أمنا لمواصلة العمل يعني بدء العمل من جديد، وهنالك حوالي 430 شركة في الانتظار، وذلك طبعا في إطار مشروع رئيس الوزراء لإعادة عجلة الإنتاج إلى يعني الاقتصاد الأوكراني. وأيضا هنالك عملية أو مشروع عملية إعادة إعمار لمناطق كثيرة، هنالك مقاطعة سومي وأجزاء من مقاطعة خاركوف. طبعا مقاطعة خاركوف ما زالت عمليات القتال في بعض المناطق في مقاطعة خاركوف، ولكن المناطق التي كما قالت وزارة الدفاع تم تحريرها الآن، هذه المناطق ومقاطعة سومي ومقاطعة شيرنيغوف وميكالايف وكييف، هذه المقاطعات هنالك حوالي 6000 مستوطنة أو تجمع سكاني. الآن بدأت عملية الإعمار والنظافة وإعادة المياه والغاز، ورصد حوالي 1.5 مليار جريفن أوكراني لهذه العملية في المناطق المختلفة. 37% من هذه المناطق عادت الحكومة فيها إلى مزاولة نشاطها وأعمالها والبنوك وما إلى ذلك. هذا على الصعيد. طيب خلينا نأجل موضوع الممرات أيضا، بس فقط ننتقل إلى رائد يعني لتوزيع الوقت بينكما. رائد، يقال الآن في دونيتسك يعني هناك اشتباكات تحتد وتكثيف هجمات من قبل الجيش الأوكراني، والانفصاليون يقولون مستعدون لأي مواجهة. بالفعل اليوم المتحدث الرسمي باسم جيش الانفصاليين في دونيتسك قال بأن الجيش الأوكراني إذا كان يستعد للقدوم والتحرك شرقا الى الشرق الى شرق اوكرانيا الى مقاطعه دونيتسك ولوغانسك ايضا يعني حوض دنباس دعنا نقول، فليتفضل ونحن بالمرصاد. هذا من جانب. من جانب اخر اكد باسورن ان لا استخدام للاسلحه الكيميائيه في ماريوبل. قال باسورن بانه ندفع مبلغ $100 لمن يقدم أي دلائل على استخدام أسلحة كيميائية في ماريوبل. هذا بخصوص ماريوبل. طبعا ما زالت العمليات التنظيفية كما يصفونها بالبحث عن الغام والمخلفات العسكرية والأسلحة المتبقية من الجيش الأوكراني في الميناء ما زالت تجري هناك، والعمل يقولون بأنهم يتقدمون بشكل بطيء جدا نحو مصنع أزوفستال، مصنع الحديد الذي يتحصن به الجيش الأوكراني. نعود إلى منطقة دونيتسك القريبة من الحدود، هنا حدود المدينة. بالفعل الجيش الأوكراني الذي يتحصن بعدة مدن وهي أفدييفكا ومارينكا وأيضا كراماتورسك وسلافينسك وكراماتورسك أكثر بعدا، لكن أفدييفكا ومارينكا بالذات قريبتين جدا من الحدود مع المدينة، مع قلب المدينة، حيث أن القذائف والصواريخ التي يطلقونها تصل بالفعل إلى قلب المدينة دونيتسك. فلذلك هناك بشكل يومي، هو ليس اليوم فقط، اليوم اشتدت وتيرة القصف والاشتباكات عند الطرفين، لكن القصف مستمر وبشكل يومي، وهناك ضحايا وإصابات من الطرفين وأيضا أضرار في البنى التحتية والبنى السكنية. عادل، في أوديسا أيضا الأوضاع والتطورات هناك؟
نعم محمد، يعني الهدوء الحذر في نيكولايف هو السمة الرئيسية رغم استمرار القصف بالصواريخ. مرد ذلك وفق القيادة العسكرية أن القوات الروسية لا تستطيع التقدم باتجاه نيكولايف، فهي تستعيض عن ذلك بقصفها بالصواريخ. أيضا كانت هناك تعزيزات وصلت ويتم الحديث عن أسلحة جديدة وصلتهم، لكن دون الحديث عن ما هي نوعية هذه الأسلحة. القيادة العسكرية قالت بأنها يوم أمس أن القوات الروسية خسرت 12 جنديا إضافة إلى 11 وحدة عسكرية من العتاد وثلاثة مسيرات أو طائرات دون طيار إضافة إلى مدفعين وراجمة صواريخ ومعدات في السيارات الأخرى. أيضا تم قصف من قبل القوات الأوكرانية، تم قصف مخزن أو مستودع للذخيرة، كما أن هم يتحدثون عن أن القصف قد أوقع 9 جرحى في الجانب الأوكراني. محمد، اليوم ونحن نعمل هنا في ضواحي أوديسا على ربما قصة أو تقرير عن الوضع الغذائي، وخاصة أن أوديسا إحدى المناطق في أوكرانيا التي تزرع القمح وبذور عباد الشمس وكذلك الزيوت، وكما تعلم أن ميناء أوديسا فيه العديد من السفن المحتجزة والتي لا تسمح لها القوات الروسية أو القطع الحربية الروسية من الخروج من البحر الأسود باتجاه البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى مرافئها الأخيرة. يتحدثون هنا عن صعوبات تواجههم في عملية زرع البذور، وهذه المشكلة رويدا تتفاقم بالنسبة لهم من ربما يتحدثون الآن هو موجود الوقود الكافي، ولكن في عملية الحصاد قد يكون ذلك واضح جليا. هم يتحدثون أيضا عن عمليات شحن هذه الأطنان الموجودة والمكدسة في المستودعات من القمح وكذلك عباد الشمس والزيوت في المصانع، وأنها قفزت أكثر من 5 أضعافها. كما تعلم الفاو أو منظمة الأغذية العالمية قالت بأن الأسعار قد تكون مرشحة أكثر للارتفاع من 20%، وبالتالي قد هم الأوكرانيين يقولون بأن روسيا تستخدم سلاح تجويع الشعب المخزون لديهم. يتحدثون عن أنه يكفي هذه السنة، ولكن في فترة قادمة إذا ما استمرت هذه الحرب قد لا يجد الأوكرانيون الخبز في متناول أيديهم. وضيف مرة أخرى، إذا كنت تريد أن تضيف وأسألك مرة أخرى عن موضوع الممرات الإنسانية التي قد لا تفتح بسبب خطورة الوضع كما وصف. نعم طبعا، بالأمس تم الإعلان عن قوافل كانت تخرج من المناطق التي تشهد عمليات قتال وتم إطلاق النار عليها من قبل القوات الروسية. هذا أحد الأسباب التي جعلت اليوم تفشل عمليات الإجلاء لليوم، وأيضا طبعا عدم الاتفاق بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في عمليات الإجلاء اليوم. لذلك اليوم لا يوجد أي عمليات إجلاء أو ممرات آمنة لخروج المدنيين بسبب خطورة الأوضاع. يعني هنالك تجارب عندما يعني تم محاولات لإجلاء المدنيين في مثل هذه الظروف، كان هنالك عمليات يعني إطلاق نار، وأيضا كان هنالك عمليات اعتقال للقوات وأيضا للعاملين في عمليات الإجلاء. كان هنالك عمليات اعتقال لحوالي 400 شخص من المدنيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبل في اتجاه يعني الجنوب، وأيضا العاملين في تلك المنطقة. لذلك اليوم لا يوجد أي عمليات إجلاء. ولكن أيضا فيما يخص عمليات القتال اليوم، طبعا تحدثت وزارة الدفاع الأوكرانية عن صد 6 هجمات من قبل القوات الروسية في منطقة الدونباس وفي منطقة يعني إقليم دونيسك وإقليم لوغانسك، وأيضا تتحدث عن محاولة ما زالت محاولات عمليات الحصار للقوات الروسية الأوكرانية التي تقاتل في الشريط الحدودي مع المنطقتين الانفصاليتين، وأيضا ما زالت عمليات القصف في اتجاه مدينة خاركوف والقتال مستمر في مدينة إزوم، وأيضا كان هنالك محاولة جديدة للدخول إلى سيفر دونيسك، ولكن طبعا أيضا
تقول القوات الأوكرانية أنها أحبطت هذه العملية. شكرا لك من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل الحدث حذيفة عادل، من دونيتسك في دونباس رائد الأغبر موفد الحدث، ومن أوديسا أيضا موفد الحدث عادل عيدان. شكرا لكم جميعا. استوديو الحدث متواصل، فيه بعد الفاصل: مجلسان النواب والدولة الليبيان يبحثان في القاهرة خطة الانتخابات وإرساء دستور شامل. المتظاهرون من الشوارع واتجهوا للقصر الرئاسي. حاليا هم بيضربوا بالرصاص، هم بيضربوا بالرصاص، وبرضه الثورة مستمرة. هل هناك توقعات بأن تنحرف التظاهرات عن السلمية؟ لكن استمرار التظاهرات لا يعني فقط استمرار الدماء، يعني استمرار الأزمة. إلى أي مدى هناك جدول، هناك أجندة قادمة بالنسبة لخروج هذه التظاهرات؟ اليوم تم حرق محلية مدني الكبرى، لماذا؟ لماذا تحرق الممتلكات العامة؟ أما أنا لهذا النزيف أن يتوقف قبل أن ندخل إلى مسألة المبادرات والحل. ما زلنا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث في الملفات المختلفة. إلى الشأن الليبي، بدأ ممثلون عن مجلسي النواب والدولة الليبيين اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة لبحث خلافاتهما على القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. وأفادت مصادر الحدث بأن لجنة مشتركة من 24 عضوا من المجلسين بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، قد استبق خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاجتماع بجلسة تشاورية لمجلسه في مقره في طرابلس لبحث ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد. هناك المزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع وأيضا عن الجهود المصرية في حل هذه الأزمات التي تلاحق ليبيا، كل هذا متروك إذن للزميلة مايس الحربي. إليك مايس. أشكرك محمد. بالفعل، بالتفصيل، الجهود المصرية في الملف الليبي تمتد لأكثر من 10 سنوات في بلد فيه الفوضى السياسية والأمنية سيدة الموقف منذ عام 2011، وهو عام الإطاحة بمعمر القذافي. اليوم 13 من إبريل، اجتماعات ليبية في القاهرة بين أعضاء في مجلس النواب والدولة الليبي، الهدف الوصول لحل خلافاتهم حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة ومناقشة المسار الدستوري. هذه المشاورات ستراجع النقاط الخلافية حول مشروع الدستور، حيث ستجتمع لجنة مشتركة تضم 24 عضوا من المجلسين بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. هنا نذكر أن الدور المصري للأزمة في جارتها الغربية لم يغب سعيا للوصول لاستقرار سياسي،
إلا أن القاهرة اتخذت ربما منذ عام 2019 خطوات علنية وأيضا سرية لتسوية الخلافات وإنهاء التنافس بين القوى السياسية الليبية لأسباب كررها أكثر من مرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي تتعلق بالأمن القومي المصري. نتابع معكم تصريح له من عام 2019 في يوليو أمام شيوخ قبائل ليبيا. نتابع التصريح. مصر أشقاء لكم وأنتم أشقاء لنا، أمنكم وسلامكم هو أمننا وسلامنا، استقراركم هو استقرارنا، نموكم هو نمونا. يعني من أول ما توليت المسؤولية في مصر كنا دايما بنقول ليبيا وحدة الأراضي الليبية، ليبيا بعيدا عن الميليشيات والمتطرفين والإرهابيين، ليبيا اللي كلمنا عنها، ليبيا اللي هي إرادة شعبها، ليبيا إرادة شعبها هو اللي هيبقى دعمنا، هيبقى تقديرنا، هيبقى مستعدين ان احنا نحترم جدا إرادة الشعب الليبي في اختيار مساره وقيادته كمان. احنا ده كان موقفنا على كل حال اللي احنا قلناه. ايضا في القاهرة وفد تركي يحمل في ملفاته قضايا تمس الوضع الليبي وسيناقش مع المسؤولين المصريين سحب العناصر الأجنبية من ليبيا تدريجيا وقضايا أخرى. في القاهرة أيضا وفي مارس الماضي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي في إطار جهود مصر لدعم المؤسسات الليبية في الإطلاع بمسؤولياتها ودورها. القاهرة أيضا استضافت لقاءات عدة متعلقة بالشأن الليبي ومن بينها مبادرة يونيو 2020 والتي تم تضمين معظم بنودها في المقترحات الدولية الخاصة بليبيا كونها تظهر انفتاح مصر على الأطراف الليبية وقدرتها أيضا على لم شمل الليبيين. لقاءات القاهرة اليوم تأتي في إطار الجهود المصرية لفتح قنوات اتصال مع جميع أطراف الأزمة الليبية لمساعدتهم على الوصول إلى تسوية شاملة مستدامة وتحفظ المصالح المصرية في نفس الوقت. هنا الخبراء يشددون على أهمية لقاءات القادة السياسيين الليبيين كونها استكمال لجهود مصر الرامية إلى إقرار الحل السياسي وإنهاء الصراع تمهيدا لعقد الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر الماضي. محمد، هذه هنا بعض يعني الجهود المصرية في إنهاء الخلاف بين الليبيين الليبيين. شكرا لك على كل هذا الإيجاز ميس، شكرا. هذا قد عاد رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة مجددا لمغازلة مدينة مصراتة بالاجتماع بقادتها وتشكيلاتها العسكرية. عاد الحديث إذن مرة أخرى عن مصراتة والتغزل بقادتها وأبنائها وكأنها مفصل في هذا الصراع الليبي. إذن
من جديد، مستراطة في مرمى غزة لبني الغرب الليبي، رئيس حكومة الاستقرار فتحي بشاغة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبي. بعد أن اعتدى الليبيون تنافسا بين الشرق والغرب، ضاقت اليوم رقعة التنافس وبات غربيا غربية. هذا مفهوم بالنظر إلى كون الثقل السياسي والعسكري لكلا الرجلين مفتاحه في الغرب، وتحديدا في مصراتة، ومن سيفوز بمصراتة قد تنحل عقده. البداية بفتح بشاغة الذي، وعلى الرغم من أن هواه يبدو متجها هذه الأيام شرقا بعد تحالفه مع قائد الجيش خليفة حفتر، إلا أن عينه باقية على الغرب، إذ عقد اجتماعا افتراضيا من مقر إقامته في تونس مع فعاليات من مصراتة تناول خلاله برنامج عمل الحكومة، كذلك ترتيبات الدخول إلى العاصمة طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة، المبدأ الذي ظل بشاغة يشدد عليه منذ تعيينه رئيسا للحكومة. أما الدبيبي فقد اجتمع بعدد من قادة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته في مصراتة، ناقش الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، اجتماع تباينت المواقف منه بين من قال إن الهدف وراء هذا الاجتماع هو التأكد من الاستمرار ولائها لحكومته، وبين من عده رسائل موجهة للجيش للتعبير عن رفضه لمطالب الأخير. إذ قال الدبيبي في واقع الحال لدى لقائه رئيس أركان القوات الموالية لحكومة محمد الحداد وممثلي الحكومة في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إن الليبيين يقدرون إنجازات حكومته، وشدد أيضا على ضرورة التزام اللجنة بمهامها كما نص عليه الاتفاق الدولي بعيدا عن السياسة وتفاصيلها. وقد حذر ممثلو المنطقة الغربية في اللجنة خلال اجتماعهم مع عبدالله اللافي النائب في المجلس الرئاسي، حذروا من تبعات تعليق مشاركة ممثلي الجيش الوطني في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إذ أقدم ممثلو الجيش الوطني على هذه الخطوة طبعا احتجاجا على رفض دبيبي تسليم السلطة لبشاغة، فعلق دبيبي مستحقاتهم. من طبرق عبر الهاتف معي فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي. نفهم أولا ما يحدث في القاهرة، طبيعة هذه الاجتماعات ترمي إلى ماذا؟ مرحبا وسهلا بك كريم وبالسادة والسيدات مشاهدي قناتكم الموقرة، معك فتحي عبد الكريم المريمي من مدينة طبرق المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس. نعم أنا قدمتك بهذه الصيغة أيضا، تفضل. مرحبا، لا قلت المريمي وأنا المريمي يعني معلش. على أي حال سيدي الكريم، فيما يخص اجتماعات القاهرة، طبعا اجتماع بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الاجتماع طبعا الغرض منه بالدرجة الأولى هو التفاهم حول النقاط الخلافية الموجودة في مسودة الدستور التي يعني صاغتها هيئة الدستور في ليبيا الفترة الماضية، والتي لاقت يعني احتجاج كبير من عدة مكونات سياسية واجتماعية في ليبيا. الآن يعني يرى مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة التفاهم حول هذه النقاط الخلافية وحولة الصياغة التي ترضي كل الأطراف، وفي حالة الاتفاق على ذلك سيتم إحالتها إلى هيئة صياغة الدستور من أجل تضمينها في مسودة الدستور، ومن ثم طرحها للشعب الليبي للاستفتاء، وذلك يكون يعني هو الدستور الليبي في حالة الموافقة عليه بنعم، وفي حالة أقر الشعب الليبي بلا تكون هناك صياغة مرة ثانية للدستور في مدة لا تتجاوز الشهر، ومن ثم طرحها مرة أخرى على الشعب الليبي، وفي حالة عدم إقرارها من الشعب الليبي سيتم الاتفاق على قاعدة دستورية جديدة ما بين مجلس النواب والمجلس الدولة من أجل إجراء الانتخابات. بس أستاذ فتحي، هل يعني مصر لديها مقترحات تقدمها للمجتمعين الليبيين، أم ترك الأمر للليبيين فقط ليتناقشوا في هذه المسائل؟ لا، هو واقع الأمر حقيقة بأن مصر دورها في هذا الأمر استضافة فقط،
الأمر متروك للليبيين. يعني هناك لجنتان يعني مسؤولتان عن هذه الصياغة. الموضوع موضوع خلاف في نقاط 4 أو 5 نقاط تقريبا، سيحاول المستمعون إقرار صياغة ترضى الأطراف الليبية. لذلك الأمر متروك للجنتان ولا علاقة لمصر في موضوع الصياغة وال... طب ما أبرز نقاط الخلاف على هذه المسألة الدستورية الآن؟ والله أبرز الخلاف في ذلك هو طبعا العلم الخاص بالدولة الليبية والنشيد، وكذلك نوع الحكومة، هل هو جمهوري ملكي، تكون دولة بدون أن تكون جمهورية أو تكون يعني مملكة أو حتى إمارة. يعني في الدستور غير واضح الأمر في شكل الدولة، يعني هل تكون جمهورية، هل تكون مملكة، هل تكون جماهيرية ثانية، هل تكون إمارة. الأمر يعني غير واضح، وبالتالي لابد وأن تساق صياغة واضحة في نوع الحكم في ليبيا. كذلك العلم، أي الإعلام، نأخذ علم استقلال، علم آخر يعني يتفق عليه، نشيد، يعني ضروري من التوضيح في هذه الأمور. يعني كذلك وضع البرلمان، وضع البرلمان نفسه موجود في مسودة الدستور، أعضاء مجلس الشيوخ بالتفاوت. يعني ما يعني جدوى هذه الاجتماعات في ظل وجود سلطة أخرى لا تعترف بسلطة فتحي باشاغة ولا تريد التنازل، وأتحدث هنا عن الدبيبة؟ لا، وضع الحكومة وضع آخر يختلف على 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 الاتفاق على 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 الدستور. لا أنا فاهم، بس أقصد ما دام وجود طرف آخر قد لا يعترف بهذه الاجتماعات، هذا ما قصدته. لا يستطيع أن يفعل شيء ويعمل شيء في هذا الأمر، لأن الأمر المتعلق بالأمر التشريعي بالدرجة الأولى، وهذا يعني مجلس النواب، وفي جزئية منها تعني المجلس الأعلى للدولة. الحكومة لا علاقة لها بالأمور التشريعية، وبالتالي لا تستطيع أن تفعل شيء في القوانين وفي أمر الدستور هذا وفي تشكيلات اللجان. وفق الدستور اللي الآن تعمل به ليبيا، الدستور المؤقت، هو عمل مجلس النواب بالدرجة الأولى، وكذلك يشاركه المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي ترفض أو توافق لا يعني شيء بالنسبة للحكومة يعني في هذا هذا الأمر. صراع الحكومة صراع آخر، هو استلام السيد فتحي باشاغة من السيد عبد الحميد الدبيبة. هذه هي المشكلة، هذه هي القضية، قضية التشريعات والدستور وغيرها من الأمور الأخرى لا علاقة للحكومة بها، لأنها اختصاص أصيل لمجلس النواب. شكرا لك من طبرق عبر الهاتف فتح المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي. من القاهرة مع الباحث في الشأن التركي كرم سعيد. أهلا بك أستاذ كرم. قيل إنه تركيا يعني بوفدها ستتشاور مع مصر وتطبع أو تحسن العلاقات من خلال البوابة الليبية، كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ الحقيقة أن هناك جملة من المؤشرات بتلمح إلى تصاعد فرص كسر حدة التوتر ما بين القاهرة وأنقرة خلال المرحلة الحالية، وربما يعني فرص تطبيع تلوح في الأفق في المدى المتوسط، بدءا من ارتفاع معدل التبادل التجاري من 4.4 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار، أخذ الدولة المصرية المصالح التركية عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020. أنا مضطر أيضا إذا سمحت لي فقط، لأنه هناك كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا ما كانت قصيرة وبقي وقت سأعود إليك بكل الأحوال، فإلى كلمة الرئيس الروسي. والشحنات، ويجب أن نتصرف بكل مسؤولية في هذا المجال، واليوم سوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل، وأطلب من حكومات المناطق السكنية في القطب الشمالي بتعزيز البنى التحتية الاجتماعية بما في ذلك المدارس ودور الأطفال ورياض الأطفال، ويجب أن يتم ذلك بكل تنسيق. وكذلك هناك مهمة
الأخرى للعمل هي تنفيذ المشاريع الاستثمارية الأولوية، فيعتمد عليها تطوير منطقة القطب الشمالي والحياة الكريمة للمواطنين المقيمين هناك، وتنفيذ التزامات روسيا أمام الشركاء المسؤولين. واليوم لابد من تعديل هذه الأهداف وهذه المشاريع، وكذلك تقديم كل الدعم من خلال تمويل في التقنيات المستخدمة وكذلك المعدات المستكملة للصناعات والعمارة وكل شيء. وأطلب من الحكومات بالنظر في المبادرات الشاملة وإيجاد سبل لتنفيذها، كذلك تطوير الأركتيك يتم من خلال دعم البزنس الصغير والمتوسط والتعاون بما في ذلك من قبل شركات الموارد، يتحلى بها الكثير من الملايين الأوروبية. والآن على ضوء الأزمة التي سببتها الولايات المتحدة، حيث ترتفع الأسعار، أسعار موارد الطاقة بشكل كبير، ولدينا كذلك مشاكل أخرى نتصدى لها، وهي إيجاد منافذ جديدة بما في ذلك لتصدير الغاز والنفط والفحم، وكذلك استخدام هذه الموارد في السوق الداخلية الروسية، ويجب توجيه هذه الموارد إلى القطاعات التي تحتاجها بشكل أساسي، كما يجب تعزيز وتطوير ممرات النقل، وكذلك العمل المكثف لشق هذه الممرات يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن، وهذا قرار وتكليف مباشر للحكومات بتنفيذ كل هذه المسائل. وكذلك بالنسبة للممر المائي الذي يعزز ترانسيب، ممر ترانسيب، و كل خمس دقائق هناك قطار ينطلق، ويجب كذلك أن نهيئ كل الظروف في لسكان تلك المناطق وخاصة بما يخص النقل. ولدينا الكثير من المسائل يجب مناقشتها، أولا تطوير الممرات البحرية الشمالية و بناء بنى تحتية مينائية، وكذلك لإنقاذ البحث والإنقاذ، وإضافة إلى ذلك هناك خطط ضخمة لدينا لنقل البحري من استخدام الناقلات، وأطلب الآن من شركة بناء السفن بتعزيز وتأمين السفن والناقلات وتنفيذ هذه الطلبيات في الوقت المناسب، وبذلك بتزويد الموانئ في القطب الشمالي بكل ما تحتاجه من أنظمة ملاحة وسفن وغيرها، وهذه المعدات كلها تصنع على أراضي روسيا. والاتجاه الثالث المهم هو البيئة المحيطة المناخ، فكل ذلك يجب أن ينظر فيه ضمن الطبيعة البيئية للقطب الشمالي، وهذا كله موجود على جدول الأعمال، ويجب أن يتم الاستمرار في العمل بشكل كامل بما في ذلك البحوث العلمية الموجهة لتأمين التوازن بين التنمية والتطوير الاقتصادي والحفاظ على البيئة. فنحن نعلم بأن البيئة في هذه المناطق هشة جدا، إضافة إلى ذلك لابد من مراقبة الجليد
المستمر وفي منطقة القطب الشمالي والمناطق القريبة منها. إضافة إلى ذلك لابد من التذكير بأن هناك تمويل لتطوير منظومة الرقابة للجليد الأبدي والأزلي ويجب الحديث عنها اليوم. يجب إيجاد حلول أساسية في منطقة القطب الشمالي، ومن بين المنصات الدولية في التعاون في هذه المنطقة هي الكاسحات، كاسحات الجليد في القطب الشمالي، وهناك حوالي 18 مختبرا يؤمن الاختبارات والدراسات العلمية في القطب الشمالي، وهذه الكاسحة ليس لها أي مثيل في العالم، وبدأت هذه الكاسحة بالعمل. وفي الخريف الماضي كما كان يخطط له قد انطلقت في بعثتها العلمية الأولى هذه الكاسحة، وضمن البرامج الحالية والمستقبلية لتطوير القطب الشمالي لابد من تهيئة الظروف للزراعة وكذلك تأمين الامتيازات والتسهيلات للبزنس سواء الروسي أو الأجنبي. إضافة إلى ذلك تشكيل اتحادات عابرة للأقاليم، وروسيا مهتمة بتطوير هذه المنطقة، والجميع سيقترح العمل المشترك ضمن هذه الاتحادات. فيجب النظر إلى القطب الشمالي ليس كساحة للمغامرات الجيوسياسية وإنما للتعاون. فدعونا نبدأ الآن بعملنا، والكلمة ل المسؤول عن برامج التنمية. شكرا جزيلا. منذ 3 سنوات وبقرار من رئيس روسيا. إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بشأن إذن كانت هذه كلمة للرئيس الروسي في واقع فلاديمير بوتين، تحدث عما يجب فعله وطبعا مع عدد من المسؤولين العاملين معه. بكل الأحوال انتهت ساعتنا الأولى من استوديو الحدث، دقائق معدودات ونبدأ ساعتنا الثانية. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل. قضية سداح مداح. وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام.
إيران فيها مشاكل عدة. وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بلادي شاعر، أنا كلها شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. اليوم خرج المتظاهرون من الشوارع واتجهوا للقصر الرئاسي. حاليا هم بيضربوا بالرصاص، هم بيضربوا بالرصاص، وبرضه الثورة مستمرة. هل هناك توقعات بأن تنحرف التظاهرات عن السلمية؟ لكن استمرار التظاهرات لا يعني فقط استمرار الدماء، يعني استمرار الأزمة. إلى أي مدى هناك جدول وهناك أجندة قادمة بالنسبة لخروج هذه التظاهرات؟ اليوم تم حرق محلية مدن الكبرى، لماذا؟ لماذا تحرق الممتلكات العامة؟ أما آن لهذا النزيف أن يتوقف قبل أن ندخل إلى مسألة المبادرات والحل. زيلنسكي يعتقل صديق بوتين، وبريطانيا تقول إن المقاومة الأوكرانية دفعت روسيا لتعيين الجنرال دارنيكوف. زعماء أربع دول أوروبية يزورون كييف، بايدن يكرر ما يحدث في أوكرانيا إبادة جماعية. واجتماع ليبي في القاهرة لبحث المسار الدستوري، وتركيا تسعى لحل خلافاتها مع مصر من بوابة ليبيا. محكمة سودانية تقبل مستندات تتهم البشير بالتآمر مع جماعة الإخوان بانقلاب 89. شرطة نيويورك تنشر صورة المشتبه به في هجوم بروكلين وغموض حول دوافع الهجوم. أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من استوديو الحدث، أيضا نفتح فيها عددا من الملفات ونوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. يعقد رؤساء بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا اجتماعا اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي. ونشر الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا صورا تجمع الرؤساء الأربعة خلال وجودهم في أحد محطات القطارات الأوكرانية قبل توجههم إلى كييف، مؤكدا أن الزيارة تؤكد الدعم القوي لأوكرانيا سياسيا وعسكريا، وأن هذا الدعم سيتواصل حتى تستعيد أوكرانيا سيادتها وحريتها. زيارة الرؤساء الأوروبيين الأربعة تتزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهامه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا، وذلك بعيد ساعات على إدلائه بخطاب استخدم فيه للمرة الأولى هذا المصطلح لوصف ارتكابات القوات الروسية. وأشار بايدن إلى أن الأدلة تتراكم على الأمور المروعة التي فعلها الروس حسب وصفه، متوقعا اكتشاف المزيد والمزيد عن حجم الدمار في أوكرانيا. وأضاف بايدن أن المحامين على المستوى الدولي سيقررون ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلا إبادة جماعية أم لا، مجدداً التأكيد باعتقاده بذلك. وفي كلمة خصصها لجهود التصدي للتضخم، قال الرئيس الأمريكي إن الميزانية العائلية والقدرة على ملء خزان الوقود لا ينبغي أن يرتبط ذلك بإعلان دكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم. واليوم اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بقصف أوكرانيا بالقنابل الفسفورية، وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أعربت عن قلقها بشأن مزاعم حول استخدام أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن لديها معلومات موثوقة عن احتمال استخدام روسيا لمواد كيماوية في الهجوم على مدينة ماريوبول. وأضاف بلينكين بأنه مثل هذا الهجوم يشكل مصدر قلق حقيقي، لكن بلينكين قال إنه غير قادر على تأكيد الاتهامات باستخدام موسكو فعليا الأسلحة الكيماوية في ماريوبول. المتحدث باسم البنتاغون حذر من ردات فعل أمريكية ودولية في حال اللجوء موسكو لمثل هذه الأسلحة. وهذا وقال وزير الخارجية بلينكين أيضا بأن الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة حول احتمال استخدام روسيا مواد كيماوية في هجومها للسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية. لدينا معلومات موثوقة تفيد بأن القوات الروسية قد تستخدم مواد لمكافحة الشغب مختلفة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع الممزوج بمواد كيميائية من شأنها أن تسبب تأثيرات أقوى لضعف وإعاقة المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين في إطار حملتهم العدوانية للاستيلاء على ماريوبول. نشارك هذه المعلومات مع أوكرانيا ونحن في اتصال مباشر مع الشركاء لمحاولة تحديد ماذا يحدث فعليا، لذلك هذا مصدر قلق حقيقي. لقد كان ذلك مصدر قلق لنا حتى قبل بدء العدوان، لقد حذرت من إمكان اللجوء إلى هذا النوع من الأسلحة. قال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد التقارير التي تتحدث عن الاستخدام المحتمل لمواد كيماوية من قبل روسيا في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية. لا يمكننا تأكيد هذه التقارير التي تتحدث عن الاستخدام المحتمل لمواد كيماوية من قبل روسيا في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، كما ذكرت وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال استخدام طائرة بدون طيار أو شيء من هذا القبيل، ونحن لسنا قادرين على تأكيد ذلك. من الواضح أننا نأخذ الأمر على محمل الجد ونراقبه، نحاول أن نبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما حدث. إن استخدام الأسلحة البيولوجية أو الكيماوية ضد شعب أوكرانيا من شأنه أن يثير ردود أفعال ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من المجتمع الدولي أيضا. كيف سيبدو هذا الرد منا أو من أي شخص آخر؟ لا نعرف الآن. هذا وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الوزارة ستعقد اجتماعا مع أكبر 8 شركات دفاعية رائدة في الولايات المتحدة بغية بحث تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والذخيرة على المدى القصير والطويل. وبيّن المسؤول أن الاجتماع سيبحث الاستعدادات لتلبية احتياجات الدول التي تسود كيف بالسلاح والذخيرة من مخزوناتها الخاصة. هذا وقد عدت الخارجية الروسية أن سلطات كييف غير قادرة على تخزين الأسلحة التي تصلها من الناتو على نحو آمن. وقالت موسكو أن هذه الأسلحة قد تنتهي في السوق السوداء، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بأسلحة قيمتها 1,650,000,000 دولار خلال الشهرين الماضيين. من الكويت معي الدبلوماسي الأوكراني إيفان سيهيدا، ومن موسكو الباحث في الشأن الروسي عماد الطفيل. أهلا بكما. نبدأ من الكويت إذن مع ضيف الدبلوماسي إيفان. تقديراتك لما يعني تقوله بعض التقديرات بأن هناك استخدام لأسلحة كيميائية أو خشية من أن تستخدم هذه الأسلحة تحديدا في ماريوبول، على أي أساس تبنى هذه التقديرات ولا دليل واحد على ذلك؟ نعم، بحسب التصريحات الرسمية من طرف أوكرانيا والحكومة الأوكرانية، هذه الواقعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية
على قيد التأكد منها. يعني نحن نريد أولا نتأكد قبل أن نقدم كل أدلة لهذه الأمور. وهذه التصريحات بخصوص استعمال الأسلحة الكيميائية على أساس شهود أيان 3 جنود أوكرانيين الذين تضرروا من الأثر بشيء كيميائي، أشياء كيميائية. وبهذا السبب حاليا يعني عادة الأسلحة الكيميائية تستعمل على واسع النطاق، ولكن هناك كانت يعني نوعا ما نطاق محدود، وبهذا السبب نحن نجري زيادة من التأكد لهذه لاستعمال لهذه الأسلحة. ولكن ثانيا بالطبع روسيا لن تبخل في أساليبها من أجل الوصول إلى هدف التي وضعته الحكومة الروسية، وهي غزو أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة. وبالطبع نحن لا نستبعد استعمال الأسلحة الكيميائية أو أسلحة متقدمة أخرى وحتى الأسلحة المهزورة مثل القنابل الفوسفورية، وهناك أدلة كثيرة على استعمالها وليس للمرة الأولى. طيب نسمع من ضيفي الآخر من موسكو يعني وهو خبير في الشأن الروسي، عماد، هل يمكن أن تلجأ روسيا يعني إلى مثل هذا النوع من السلاح؟ أولاً ليس من مصلحة القوات الروسية والجيش الروسي أن تلجأ إلى مثل هذا السلاح. أولاً لأن هذه القوات هي القوة المسيطرة أولاً، وليست بحاجة لاستخدام مثل هذا السلاح. ولحد الآن ليس هناك أي دليل دامغ على هذه المسألة، يعني كما قال ضيفكم يعني ليس هناك دليل واضح، وحتى أن الأمريكيين يقولون ليس هناك تأكيد واضح. عمليا الجيش الروسي هو الجيش القوي، هو يعني المسيطر على هذه المنطقة في ظل وضع عسكري لصالحه 100%. يعني في ماريوبل القوات الأوكرانية تقهقرت باتجاه الميناء ماريوبل اللي تم تحريره، والآن في مصنع أزوفستال وغيره، وهي مسألة وقت يعني ليس أكثر. واستخدام الأسلحة الكيميائية تضر أيضا بالجيش المهاجم أيضا، وليس فقط وهذه يعني مجرد حجة لتبرير الهزيمة التي تعرضت لها القوات الأوكرانية في ماريوبول. طيب إيفان، أيضا يعني هذه التصريحات الغربية ومنها ما هو على رئيس اللسان الأمريكي الحديث عن إبادة جماعية أو الخوف من حدوث إبادة جماعية، يعني أحاديث تسبق وجود أي دليل، مما قد يعزز نظرية من يقول إن يعني مثل هذه التصريحات واضح هدفها إنه زيادة يعني شيطنة روسيا وإظهار أنها ترتكب كل هذه الجرائم في أوكرانيا. ونعود ونقول أين الأدلة على ما يقال؟ نعم، أما بخصوص الإبادة الجماعية فهناك أدلة أكثر بكثير مقارنة باستعمال الأسلحة الكيميائية في ماريوبول. وبالفكرة قد أعلنت روسيا عن استيلاء على هذه المدينة منذ شهر، ولكن حتى الآن هناك لا يوجد سيطرة 100% حول لهذه المدينة، وربما بعض الأجزاء منها. وبالطبع الجيش الأوكراني في وضع صعب، ولكن نحن نقاوم بكل ما بوسعنا. أما بخصوص الإبادة الجماعية فهناك حاليا الوقائع تدرس ومن طرف الخبراء الأوكرانيين وكذلك الأجانب، أعتقد من فرنسا ومن بعض الدول أخرى، وكذلك هناك جمع أدلة، وقد تم فتح أكثر من 6,000 ملفات في المحكمة الأوكرانية. فكل هذا كذلك سيعزز موقف أوكراني بهذا الشأن. بالطبع الإبادة الجماعية هو مصطلح معين طبقا للقانون الدولي، فيجب أن يكون تأكيدات 100% لها، ونحن الآن جاهزين أن نؤكد على ذلك عن طريق كل هذه الجثث يعني في ضواحي كييف، و 90% منها كانت قتلت هؤلاء الناس برمي الرصاص بالقرب وليس بالشظايا أو بالموت الطبيعي. وكذلك في ماريوبول نحن لا نتمكن الحصول على معلومات واضحة من هناك بسبب القتال الجاري، ولكن طبقا للتصريحات المختار للمدينة أكثر من 20,000 ناس توفيوا خلال هذا الوقت، ومنهم
عدد كبير جدا قتلى من قصف الروسي الذي جاء لاحتلال هذه المدينة، وقصف متقرر يعني ومتواصل. وكذلك هناك حسب المعلومات المؤكدة من طرف الشهود العيان قرابة 13 سيارة محرقت للجثث، التي الآن روسيا والقوات الروسية المسلحة درست جيدا هذا الدرس في بوتشا وفي ضواحي كييف، والآن يحاولون لإخفاء هذه الأدلة ويحرقون الجثث التي يجمعوها في الشوارع. وهذا كذلك كل هذا بحاجة إلى أدلة بكل الأحوال طبعا أستاذ إيفان. أستاذ عماد، الآن يعني نلاحظ أنه يعني اللهجة الأوروبية أخف وطأة وثقل من اللهجة الأمريكية ضد روسيا. لماذا أمريكا وتحديدا على لسان رئيس بايدن هي الأكثر حدة وشدة، وليس ضد روسيا ككل إنما ضد بوتين شخصيا؟ بشكل عام واضح أنه الموقف الأمريكي يختلف عن الموقف الأوروبي بشكل ما، خصوصا يعني أوروبا القديمة، هذه الدول الأوروبية التي يعني لا تريد هذه الحرب، ليس من مصلحتها أن يكون هناك امتداد لهذه الحرب. طبعا بولندا وأوروبا الشرقية وغيرها، هذه الدول المعادية بشكل كامل لروسيا ولكل ما هو روسي، هذا شأن آخر. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، واضح أنه في الاستراتيجية الأمريكية تعتبر روسيا والصين هم من الدول المنافسة لها، وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعمل بكل جهدها بكل ما تستطيع من أجل إطالة أمد هذه الأزمة، تمد القوات الأوكرانية بالسلاح، تضغط على حلفائها الأوروبيين بفرض عقوبات على روسيا التي وصلت إلى حوالي 6,000 عقوبة. يعني في النهاية الدول الأوروبية ستعي بأن مصلحتها بالدرجة الأولى هي أن لا تكون معادية لروسيا، وأن لأنه الجغرافيا السياسية تفرض أن تكون هذه الدول في علاقة جيدة مع روسيا أولاً، ثانياً هي يعني تحصل على موارد الطاقة الرخيصة من روسيا وعدة أمور. استراتيجياً الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بكل ما تسعى بكل جهدها لتدمير القوى الروسية، لمنع تمدد النفوذ الروسي، لأن تكون روسيا ضعيفة، هذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بعكس المصلحة الأوروبية التي لها يعني فائدة ومصلحة في التعامل مع روسيا. أستاذ إيفان، 4 رؤساء دول وصلوا إلى كييف لعقد لقاء، بوريس جونسون كان موجودا أيضا في كييف قبل عدة أيام. ما فائدة هذه الاجتماعات الآن غير مسألة إظهار الدعم يعني من هذه الدول؟ ولكن في المحصلة العملية العسكرية الروسية مستمرة لم تتوقف، والذي يدفع الثمن المواطن الأوكراني. نعم، الثمن الأكبر بالطبع يدفع المواطن الأوكراني، والفائدة من هذه الزيارات واللقاءات ليس فقط دعم معنوي، ولكن هناك محادثات تجرى. ونحن نلاحظ أن الدول المجاورة لأوكرانيا وكذلك الدول في أوروبا الشرقية هي أكثر كذلك تتخوف من المخاطر بالهجوم الروسي عليها، وبهذا السبب هم كذلك أقرب من أوكرانيا ويساعدون بإمدادات مختلفة، وهذا حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وكذلك حق أن ندافع عن أنفسنا مع حلفائنا. وهناك اتفاقية بودابشت عندما تخلت أوكرانيا عن السلاح النووي مقابل ضمانات الدول الأوروبية، ومنها كذلك كانت روسيا التي كانت الأولى التي خرقت هذه الاتفاقية. ونحن بحقنا أن نطلب هذا الدعم بالسلاح كذلك، ونجري كل اللقاءات مع حلفائنا من أجل الضغط على روسيا اقتصاديا، وكذلك في الميدان، لأن أوكرانيا ما عندنا خيار آخر، هو مسألة وجودنا. وبخصوص كذلك موقف بعض الدول إيفان، بس ايضا النقطه لافته، وعلى كما يقال روسيا انه حتى هذه الاسلحه الان التي تصل الى اوكرانيا الروس استطاعوا ان يدمروا اغلبها.
هذا ما تقول الدعاية الروسية، والقتال هو جاري، وربما هناك استهداف، أكيد يعني هناك استهداف لكل منشآت العسكرية، وكيف نرى كذلك المنشآت المدنية في أوكرانيا. ولكن نحن نعرف أن هذا كذلك جزء من روايات الدعاية الروسية، لأن أوكرانيا الجيش الأوكراني انتصرت في معركة كييف حتى انسحبت روسيا، وروسيا ستتوقف فقط في مكان أين نحن أوكرانيين نتمكن أن نوقفها. وبهذا السبب كل دعم هو جيد وملموس، وكذلك نطلب من الدول الأوروبية ضغط اقتصادي أكثر حتى روسيا لا تتمكن من تمويل هذه الحرب، علما أنه الدول الأوروبية بعضها إذن بدأ يفكر حقيقة في مسألة التراجع عن هذه العقوبات. سأعود إليك في هذه النقطة كي لا يعني أطيل المدة عن ضيفي عماد مرة أخرى. إذا كانت روسيا أستاذ عماد تدرك بأن الولايات المتحدة تريد أن تطيل أمد هذه الحرب لاستنزاف روسيا، وربما أيضا بالمناسبة كما يقول يعني آخرون أنه من مصلحة أمريكا إضعاف أوروبا في هذه الحالة، إذا كانت روسيا تعي ذلك، هل من الممكن فعلا أن تلتزم روسيا بالأسبوع الأول من الشهر المقبل لإعلان نصرها، وهو يعني الوقت اللي تحتفل فيه روسيا بيوم النصر عندها؟ نعم بالطبع، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضعف أوروبا لتبقى مهيمنة عليها وروسيا في آن ما. يعني فيما يخص العملية العسكرية، يعني أكيد روسيا لن تطول هذه المعركة العسكرية التي حددتها، وهي بالدرجة الأولى كما طرحتها عملية يعني تحرير الدنباس، وهذا ما سيتم في المرحلة المقبلة، ويتم العمل والتحضير عليه وتجميع القوات وغيره في هذا الهدف الرئيسي حاليا، وليس الهدف لا احتلال أوكرانيا ولا الهدف في لعملية لاجتياح ولاحتلال لأوكرانيا، العمل على هذه المسألة. فيما يخص كييف والخروج منها، يعني من الأساس ليس كان هناك في الخطة العسكرية كما طبعا أعلنت القيادة العسكرية، أنا لست مطلع على هذه الخطة، بأنه لم يكن هناك من الأساس يعني الفكرة دخول كييف، يعني من الأساس ربما كان هناك محاولة للضغط السياسي، ربما يعني أنا تحليلي الخاص أنه الاندفاع باتجاه كييف في البداية الأولى كان ربما لمحاولة يعني الضغط على الحكومة الأوكرانية للهروب للفرار لكن هذه الخطة العسكرية في البداية فشلت، لأنه الحكومة الأوكرانية بقيت، رئيس زيلينسكي بقي، وربما كان هناك اتفاق مع بعض الضباط في الجيش، لكن لم يجرؤوا على استلام السلطة وإلى آخره. فهذه الخطة أعتقد بأنها فشلت، هذا تحليلي الخاص. نعم. وانتقلت القوات الروسية إلى العملية الحالية، يعني تحرير دونباس وما تبقى من ماريوبل والمنطقة المحيطة. شكرا لك. من موسكو الباحث في الشأن الروسي عماد الطفيلي، ومن الكويت الدبلوماسي الأوكراني إيفان سهيدا. دخلت كاميرا الحدث شوارع مدينة ماريوبول ومسرح المدينة الذي احترق ودمر بالكامل بعد يوم واحد من سيطرة قوات الانفصاليين على ميناء المدينة. الزميل عبد الجواد الرشد من شوارع ماريوبول والتفاصيل.
نحن الآن في طريق إلى ماريوبول، المدينة التي أصبحت حلقة مهمة على خريطة العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية. الوضع هناك مقلق للغاية، والتقارير الواردة تتحدث عن أنها المرحلة الأصعب التي تعيشها المدينة منذ الحرب العالمية الثانية. هذا هو أحد مداخل المدينة، والذي يبعد بضعة كيلومترات فقط عن ميناء ماريوبول. حتى هذه اللحظة الوصول نحو الشريط الساحلي صعب وخطر للغاية بسبب الوضع الأمني في تلك المنطقة، خاصة بعد إحكام قوات دنيتسك الانفصالية سيطرتها على ميناء المدينة. Здесь единственная надежда. У нас больше нигде. Я аж с Каменска прошел сюда. 3.5 часа шел сюда. Значит, что вообще раздают? Что тут есть? Там все, и хлеб дают, и гуманитарку, и карточки звонить. Есть видео. Не спеши. В облаках наверху. Самолет я видела маленький. Если все выйдут, то есть, ну, в общем, потеряешь то, что ты зарабатывал, ради чего жил, потому что, ну, как. Полностью сгорел дом. В это время в моей ванной комнате прятались люди, которые жили в этом доме. Там проживает моя подружка. Не трогали, перекрутили, и тут их застрелил один автомат. Ну, это такое. Смотрите, здесь, короче... Начало боев за Мариуполь здесь, по разным оценкам, было от 15 до 20 тысяч человек противника. Это очень крупная группировка. Сколько осталось сейчас, трудно сказать, но счет все равно идет на тысячи. مسرح ماريوبول يعكس واقع الأعمال القتالية العنيفة التي شهدتها شوارع المدينة. في الماضي كان هذا المكان يقدم عروضا مختلفة منها العسكرية. أما اليوم فقد أصبحت هذه العروض واقعا طالت كافة أرجاء المدينة. عبد الجواد الرشد لقناتي العربية والحدث، ماريوبول. بيجر. استوديو الحدث متواصل، فيه بعد الفاصل. محكمة سودانية تقبل مستندات تتهم البشير بالتآمر مع جماعة الإخوان لانقلاب 89. Thank you.
ما زلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث في ملفاتها المختلفة إلى السودان. قبلت محكمة سودانية مستندات بالصوت والصورة تتهم الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين وتكشف تورطهم في التخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو عام 1989 الذي استولى بموجبه الإخوان على السلطة في السودان، بينما أرجأت الفصل في مستندات أخرى في الجلسة المقبلة. المحكمة عرضت مستندا يحوي مقابلة تلفزيونية مع عمر البشير يكشف كثيرا من التفاصيل عن دوره وآخرين من قادة الإخوان في التدبير والتخطيط لتنفيذ الانقلاب العسكري. رئيس المحكمة قال إن المحكمة قبلت ظاهريا المستندات التي تقدمت بها هيئة الاتهام وأن المحتوى ليس فيه تزوير أو دبلجة أو مونتاج، مضيفا أن المحكمة تقبل به كمستند اتهام رقم 7. إذن هناك أحاديث عن هذه المستندات التي تدين البشير وقادة الإخوان، هذا ما نعرفه من الزميلة ميس الحربي. إليك ميس. أشكرك محمد. بالفعل تفصيلا الخبر الذي ذكرته، الانقلاب العسكري الثالث في السودان والذي نفذه عمر البشير بتخطيط وتدبير من قيادات الجبهة الإسلامية القومية في السودان بزعامة حسن الترابي في 30 يونيو عام 1989 يعود اليوم للواجهة الإعلامية في السودان. والجديد محكمة مدبري انقلاب 89 واصلت جلساتها. المحكمة قبلت مستندات بالصوت والصورة لعمر البشير تكشف اعترافه بمعية قيادات وأعضاء الجبهة الإسلامية القومية في التخطيط وتنفيذ الانقلاب الذي استولى بموجبه على السلطة. المحكمة أرجأت الفصل في مستندات أخرى في الجلسة المقبلة لحين النطق بالحكم وفي التفاصيل للمستند الإعلامي الجديد بعد تأجيل لأكثر من شهر. المحكمة عرضت مستندا يحوي مقابلة تلفزيونية للصحفي السوداني أحمد البلال الطيب مع عمر البشير يكشف فيه البشير تفاصيل عن دوره وآخرين من قادة الإخوان في التدبير والتخطيط لتنفيذ الانقلاب العسكري. رئيس المحكمة وهو قاضي المحكمة العليا قال إن المحكمة قبلت ظاهرياً المستندات التي تقدمت بها هيئة الاتهام وأن المحتوى في شكله الظاهر ليس به أي تزوير أو دبلجة أو مونتاج، مضيفاً أن المحكمة تقبل به كمستند اتهام رقم 7. أعضاء هيئة الدفاع عن البشير اعترضوا على المستند بدعوى أنه تمت منتجته وطلبت من المحكمة تحويل المستند إلى جهة فنية، والتمست هيئة الاتهام من المحكمة قبول مستندات الاتهام شكلا على أن تترك أي تقديرات أخرى للمحكمة. اللافت أن هذا الفيديو أو المقابلة غير متداولة وغير موجود أصلا الفيديو على المنصات بكثافة. حاولنا هنا في الحدث للوصول إلى مقابلة البشير والتي حصلت عام 2002 وعلمنا من مصادرنا أن الفيديو والمقابلة غير مسموح بتداوله على اعتبار أنه أصبح اليوم مستندا للاتهام. نتابع معكم ما تحصلنا عليه وهنا جزءا من المقابلة. أنا كان جهاز أمني كان تابع لأنه دخلت القيادة العامة هو مش وراي وأنا لابس جلابية ودخلت القيادة العامة فالوقاف تلس والجزء العسكري كان وين جوه ولا لا؟ جوه في كيس سلعة جانو في كيس على لابس ملكي. طيب دخلته جوا سيد الرئيس، طيب الحصل شنو بالضبط؟ يعني كان في اللواء بكري حسن صالح المقدم وقتها افتكي. نعم. فالحصل شنو يعني التفاصيل؟ لقيت كل الامور جاهزة يعني انا لما جيت في البوابة تحت القوات الخاصة بدون ما يحصل يعني كلام بينه فتح الباب انا دخلت فشعرت انه يعني بكري وصل وامن القوات الخاصة وقد يكون نور الناس فأنا دخلت سلمت عليه ودخلت غيرت ملابسي فتحت الجهاز عشان ما اتصل بالمحطات المختلفة. شعورك كان شنو سيد الرئيس؟ هل ابدا وانت ماشي بالعربية المفوتة طارت كلتش دي غررت الزوخ كذا ما تمشي ابدا انتابك اي شعور بالرهبة؟ الله يخلي الواحد بأمانة انا مما انت عم خلي بالي في التكسس ده شنو شاغلني جدا كان لكن مجرد ما خشيت على القيادة وهو فات نسيته وأنا داخل غادة العامة كان يوم عادي. إذن محمد مثل ما شاهدنا طبعا هذا مقتطف من المقابلة المطولة ولك الآن. شكرا لك على كل هذه التفصيلات ميس. شكرا. من الخرطوم مع عضو هيئة الاتهام في بلاغ محاكمة البشير في انقلاب 89 معز حضر أهلا بك. ما أهمية ما كشف عن وعد مستندا ضد البشير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك ولمستمعينك الكرام. تأتي أهمية هذا المستند لأنه عندما أتى هذا الانقلاب 89 الذي تم بتدبير من الجبهة الإسلامية القومية ضد النظام الديمقراطي في 89، كانوا ينكرون أي صفة للجبهة الإسلامية القومية بهذا الانقلاب، وكانوا يتحدثون باعتبارهم ضباط ووطنيين وينكرون أي صلة لهم بالجبهة الإسلامية القومية، ولكن الشارع كله كان يعرف أن هذا هو انقلاب الجبهة الإسلامية القومية بالاشتراك بين مدنيين وعسكريين. ولكن عندما دانت لهم السلطة وغهروا الشعب وغطلوا الشعب أصبحوا يعني أتتهم نوع من الشجاعة، أصبحوا يعني يتكلمون عن الانقلاب وعن صلتهم بالجبهة الإسلامية القومية ويتحدثون عن كيفية التدبير للانقلاب بعد أن كانوا ينكرون. فهذا التسجيل تم بعد عدة سنوات عام 2002 من الانقلاب، وكل قيادات الجبهة الإسلامية القومية كانوا في الأول ينكرون، ولكن بداها الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابي بدأ الاحترافات كيف تم التجنيد في داخل القوات المسلحة، كيف قامت الجبهة الإسلامية القومية باختيار ضباط إسلامويين وخططوا لهذا الانقلاب بالاشتراك بين مدنيين وعسكريين. تأتي أهمية هذا المستند أنه فيه احتراف واضح ومباشر من مدبر الانقلاب عمر رئيس المخلوع عمر البشير، لأنهم إلى الآن هم في هذه المحكمة في التحري كانوا ينكرون دوره في الانقلاب، كانوا ينكرون أنهم لم يقوموا بالانقلاب، لم يدلوا حتى بأغوالهم. لكن هذا مثل هذا المستند مع مستندات أخرى كشف عن ذلك يعني، ولم يكشف نعم؟ عن هذا الأمر، يكشف الآن عنه في هذا الوقت. لا، هو ده لغاء قديم قام به الصحفي أحمد البلال الطيب من تلفزيون السودان وموجود، هم قلت لك بعد سنوات عملوا هذا اللغاء، لكن نحن كهيئة اتهام طبعا سؤالي يعني هيئة الاتهام مجموعة، لكن لماذا في هذا الوقت كشف عنه أقصد إذا كان موجود من 2002؟ لا أصلا لا، هو سبق أنه نشروه في 2002 في لغات كان عمل الصحفي أحمد البلال الطيب في تلفزيون السودان، ونحن الآن كهيئة التهم طبعا الشعب نسى هذا التاريخ لأنه الفترة طالت 2002 ونظام صغط في 2019، لكن نحن كهيئة التهم عن طريق خطابات رسمية لجنة التحقيق والتحري تحصلنا على هذا المستند من تلفزيون جمهورية السودان التلفزيون القومي هذا المستند، وهنالك مستندات عديدة أخرى عن عدد من غاضة الانقلاب من تنظيم الجبهة الإسلامية القومية يحترفون فيه بالانقلاب. هذه الاحترافات كما تعلم أتت متأخرة، لم تكن في الأول موجودة، بعد أن دانت لهم السلطة وغهروا الشعب وغطلوا الشعب وظنوا أن الحكم سوف يدوم لهم بدأوا يعني يتحدثون عن دورهم في الانقلاب وأنهم قاموا بالانقلاب وأنهم لن يضغطوا وأنهم لن يسلموا هذه الحكومة إلا لسيدنا عيسى، ولكن طبعا هذا فوق إرادة، لا يمكن أن تكون فوق إرادة الله، فهو يؤتي الحكم من يشاء وينزع الحكم من يشاء. فهذه المستندات موجودة، لكن ربما طال عليها الزمن، نسيها هذا الجيل، نسيها هذا الشعب، لأن أغلبية من قاموا بهذه الثورة السودانية العظيمة الآن هم شباب ولدوا في ظل الإنغاز، لم يسمعوا بمثل هذه الاحترافات، لم يسمعوا بمثل هذه اللغات، وهنالك احترافات أخرى أخطر من هذا الأمر تمت من الراحل كما قلت لك الدكتور حسن عبد الله الترابي. وبالتالي هذا المستند نحن كهيئة الاتهام نعتبره من المستندات الغوية التي سوف تؤسس لقضية الاتهام، والتي إن شاء الله سوف تجعل الإدانة يعني غوية ومطلوبة حتى تتم الإدانة. طب ماذا بخصوص يعني المدة الزمنية، أنه بعد مرور مثلا يعني إذا حسبناها تقريبا 33 سنة على الانقلاب، هل من الناحية القضائية يبقى هذا الموضوع قابل لتوجيه اتهامات بخصوصه؟ ده سؤال مهم جدا جدا، وكان مسار جدل قانوني طويل جدا جدا، اللي هو قصة التقادم المزغط للجريمة، لكن هذه الجريمة جريمة مستمرة استمرت 30 عاما، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون التقادم، لأنه الجريمة دي عمر البشير ارتكب جريمة، هو والجبهة الإسلامية القومية ارتكب جريمة تغويض النظام الدستوري في 30/6/1989، واستمرت هذه الجريمة حتى 11 أبريل 2019 سقوط النظام. عندنا في القانون بنسميها جريمة مستمرة، لو كان هنالك تقادم يحسب من تاريخ 11 أبريل 1989، وبالتالي هذه جريمة مستمرة وإجراءاتها إجراءات صحيحة، وهيئة الدفاع
الدفاع عن الرئيس المخلوع تقدموا بمثل هذه الطلبات أن هذه جريمة قد سقطت بالتقادم وتقدموا لحد المحكمة العليا ولكن تم رفض طلبهم. وأصلا القانون السوداني لا كان لا يعرف التقادم، ولكن هم عندما أتوا في انقلاب 89 عدلوا قانون الإجراءات الجنائية وجعلوا أن التقادم بعد 10 سنوات، ولكن نحن الآن لا نحاكمهم بقانون 1991، نحاكمهم بالقانون الجنائي لسنة 1983 في اللحظة التي وقع الانقلاب. الانقلاب عندما وقع في 30/6/1989 كان هنالك قانون جنائي لسنة 1983، ولذلك الآن نحن نحاكمهم بموجب ذلك القانون لأن الجريمة وقعت في ظله. شكرا لك من الخرطوم عضو هيئة الاتهام في بلاغ محاكمة البشير في انقلاب 89 معز حضرة، شكرا لك. سد الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. قيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني تقول إن بارزاني أبلغ قيادات كردية عزمه ضم نفط كركوك. شرطة نيويورك تنشر صورة المشتبه به في هجوم بروكلين وغموض حول دوافع الهجوم. صواريخية من استهدفت مطار بغداد الدولي. يبدو أن العراق دخل حالة انسداد سياسي بعد إعلان نتائج انتخابات إيران. ما الذي تسعى إليه بخصوص نتائج الانتخابات وأيضا البدء في تشكيل الحكومة؟ نحن الآن متواجدين بشكل خاص وحصري هنا على المدرج الرئيسي لمطار بغداد الدولي. العراقيون يقولون لإيران لا نريد أن نحكم من عباءة وعمامة. إلى أي حد تستطيع إيران أن تتابع بنفس السلوك؟ هذه الحكومة سوف تكون لا مطبخا عراقيا، لا نريد أن يكون هناك تدخلات خارجية. أسبوعين يفرضون الطوارئ، سيكون وضع العراق مختلف عن ما قبله. من هي هذه القوات؟ لماذا لا تسمونها صراحة؟ هل هناك اتهام لبعض الجهات السياسية؟ منذ 2003 وإلى حد الآن ما زلنا نعيش في ديمقراطية مقنعة. من أين يبدأ العراق في تحديد مساره القادم؟ ما زلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث إلى العراق. كشفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني آلاء طالبان اليوم عن تفاصيل لقاء سابق مع رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني، أكد خلاله أحقية أربيل في ضم حقول نفط كركوك. وقال الطالباني في حوار تلفزيوني إن بارزاني وخلال رئاسته حكومة إقليم كردستان أبلغ القيادات الكردية سعيه ضم حقول نفط كركوك لأربيل باعتبارها أراضي تابعة لإربيل تاريخيا بحسب ادعائه. ورجح الطالباني أن يتسبب ملف حقول الغاز ومحاولة استثمارها بإشعال أزمة جديدة مع بغداد تفوق قضية بيع النفط عبر كردستان وقد تؤدي إلى تدخلات خارجية.
وتابعت قائلة إن مشهد الاتفاقات المتعلقة بكركوك بات معقدا، وأن الاتفاق السياسي والتأثير الإقليمي يلعبان الدور الرئيسي في ملف المادة 140 الخلافية في الدستور. من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، ما أهمية أو خطورة في نفس الوقت أيضا أو في الوقت نفسه ما كشفته آلاء طلباني عما دار في اجتماعات ونية إقليم كردستان ضم نفط كركوك إلى أربيل؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد السياسة تسير يعني خلافا للخطاب السياسي، يبقى الخطاب السياسي في إشارات سياسية وكذلك مقاصد سياسية، لكن بالمقابل العمل الحكومي هو مستمر منذ اللحظات الأولى حقيقة لقرار المحكمة الاتحادية. عمل السيد رئيس الوزراء بتكليف السيد وزير النفط على تشكيل لجنة عليا، وبالفعل هذه اللجنة نجحت بوضع خارطة الطريق، وخارطة الطريق تكللت بوجود وفد من حكومة إقليم كردستان اجتمع قبل يومين في العاصمة الاتحادية هنا بغداد مع وزارة النفط الاتحادية ووضع خارطة الطريق، وبالتالي هنالك الآن تفاهمات كبيرة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لحل المشكلة، والقوى السياسية العراقية بما فيها يعني القوى الكردية والقوى كذلك الأخرى ضمن الفضاء الوطني تفهم أن حل المشكلة الأساسية هو وجود قانون النفط والغاز، وبالتالي هو تنفيذ لإرادة الدستور العراقي والذي أشارت إليه كذلك المحكمة الاتحادية. والحكومة العراقية ملتزمة الآن بعملية التعاون الوثيق مع حكومة إقليم كردستان في وضع خارطة طريق صحيحة ودقيقة وقابلة للتنفيذ من أجل أن لا يكون هنالك عقبات أمام السياسة النفطية العراقية، وكذلك بالمقابل يستمر العراق بلعب دوره الأساسي ضمن أوبك بلس والاتفاق الذي حصله، أو كذلك ضمن منظمة الأوبك وعملية دوره في السوق النفطية العالمية. طب عندما يقال بأنه هذا الملف إذا تعقد وأقدمت مثلا حكومة إربيل على هذه الخطوة، هذا قد يستدعي تدخلات خارجية، مثل من أو ماذا؟ يعني أكيد مثل ما أشرت لحضرتك أن الخطاب السياسي يحاول أن يستدرج ما حصل خلال الفترة الماضية من تحديات كبيرة وترك ثقيلة على الدولة العراقية أدارها السيد رئيس وزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وهي التداخلات الإقليمية والصراعات الإقليمية والدولية التي حاولت أن تنتقل للعراق ومنع ذلك بصورة ذكية وبصورة فاعلة، بالتعاون طبعا مع قيادات القوى السياسية، بالتعاون مع البرلمان، وكذلك بالتعاون مع الحكماء في الدولة العراقية. وبالتالي أتوقع أن هذا الخطاب يحاول أن يستدرج الماضي أكثر من الحاضر. الحاضر الآن يبنى عليه عودة إلى تفعيل المسار الدستوري، وكذلك بالمقابل الذهاب إلى القوانين الاتحادية التي لم تشرع على مدى سنوات طويلة من دورات البرلمان العراقي، والذي نتطلع إلى أن يشرعه في مقدمة قانون النفط والغاز، وكذلك حل قضية المناطق المتنازع عليها والتي أشارت إليها السيدة النائبة بصورة صريحة في المادة 140، وكذلك بالمقابل فك التداخل ما بين الاستحقاقات الدستورية وبناء الدولة العراقية والاستحقاقات السياسية والخطاب السياسي. بس عندما يقال أيضا بأنه كان هناك نية لضم هذا النفط إلى إربيل، يعني على أي اعتبار يمكن أن يقدم الإقليم على خطوة من هذا القبيل وهو ليس بالدولة المستقلة بالمفهوم السياسي طبعا أقصد وربما حتى الاجتماعي، والذي الأمر الذي قد يثير خلافات عميقة مع بغداد؟ يعني هذا هو أولا سؤال مهم جدا. أتوقع أن الأخوة الكرد العراقيين قد ذهبوا باتجاه الاتحاد مع الدولة العراقية بتوافقهم على الدستور العراقي في عام 2005، ومن ثم المضي بالاندماج في العملية السياسية وكذلك المشاركة بالحكومة العراقية الأولى والثانية والثالثة وإلى آخر من الحكومات التي هم يشاركون حتى في حكومة السيد الكاظمي. وبالتالي هذه المشاركة السياسية أعطت إشارة واضحة جدا إلى أن هنالك عمل ضمن النظام الاتحادي للدولة العراقية، وبالتالي عملية معالجة الاختلالات السابقة التي حصلت سابقا
بسبب عدم تطبيق القوانين وعدم تطبيق كذلك الدستور هو ما يتم معالجته. ولو نلاحظ أن العلاقة الآن ما بين حكومة اتحادية وحكومة إقليم كردستان هي علاقة متميزة على الجانب الأمني، هنالك تنسيق عالي جدا بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البشمركة والأجهزة الاستخبارية في الإقليم. على الصعيد الإداري والوظيفي هنالك تنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وعلى الصعيد كذلك الاقتصادي والاجتماعي هنالك عمل كبير ومستمر ما بين الوزارات الاتحادية ووزارات الإقليم. وبالتالي هنالك الآن رغبة لمعالجة التحديات السابقة، وهذه مبنية على إرادة ورؤية كذلك السيد رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وكذلك رؤية وإرادة قيادة الإقليم بعملية تجاوز الماضي والذهاب إلى رؤية مستقبلية تبني دولة عراقية قوية، لأن هنالك نظرية الآن تسير باتجاه قوة المركز قوة الأطراف، وقوة الأطراف دكتور حسين قوة المركز ولكن ضمن الحيز الدستوري، وهذا طبعا ما تدعو إليه الحكومة العراقية وتعمل عليه من خلال طيب في دقيقة ونصف المشتركة التي تعمل عليه سواء من خلال موازنة دكتور حسين. نعم. لأنه معي دقيقة ونصف أنه نعم. أيضا يعني جملة أنه باعتبارها أراضي تاريخية عن كركوك لهذا الإقليم، أيضا ما المخاطر الناجمة عن تصريح من هذا القبيل؟ يعني أكيد الدستور العراقي وتطبيق المادة 140 وكذلك اللجنة التي شكلت في يعني في ذلك الوقت في عام 2005-2006 وكذلك اللجان البرلمانية أتوقع أنها هي كفيلة بعملية تفكيك هذا الخطاب والذهاب به إلى رؤية دستورية ورؤية كذلك باستحقاقات الوطنية وكذلك الحدود الإدارية التي تحددها السياقات الإدارية في الدولة العراقية. شكراً لك من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. عممت شرطة نيويورك صورة للمدعو فرانك جيمس عادة أنه محل اهتمام التحقيق بشأن حادثة إطلاق النار في محطة مترو بروكلين، داعية الأمريكيين إلى إبلاغها بأي معلومات متوفرة بشأنه. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به ارتدى قناعاً واقياً من الغاز ثم أطلق أسطوانة غاز وفتح النار، ما أدى إلى إصابة 23 شخصاً. وفي وقت لاحق رصدت وكالات إنفاذ القانون في نيويورك مكافأة بقيمة $50,000 لأي معلومات تقود إلى اعتقال منفذ العملية التي لا تزال مجهولة الدوافع.